ازيكم يا اصحابي، النهارده هنتعلم مع بعضنا درس جديد اسمه الساعة. يعني ايه الساعة؟ الساعة دي عدد الحاجات، عدد او الوحدة اللي بتخلينا نعرف مثلا الكوباية دي بتشيل قد ايه مية، او الجردل ده بيشيل قد ايه مية. يلا بينا نشوف مع بعضنا. عندنا هنا اناءين زي ما احنا شايفين، واحد كبير وواحد صغير. عايزين نعرف أني واحد ساعته أكبر، يعني بيشيل مية أكبر. يلا بينا نفكر نعمل إيه. واحد صاحبنا قال إن إحنا نجيب مثلا كوباية كده صغيرة قد كوباية، ونكب من المية في الجردلين أو الكوبايتين الكبار لحد ما يتملوا على آخرهم. فإحنا قلنا نعمل زي ما هو قال، فجبنا كوبايتين ومليناهم وحطينا في الكوبايتين الكبار، فطلع الأولاني اللي هو ده بيتملي ب6 كوبايات صغيرة، والتاني اللي هو ده بيتملي ب3 كوبايات صغيرة. طب ده بيتملي ب6 وده بيتملي ب3، يبقى أنهي أكبر، الستة ولا التلاتة؟ اللي بيتملي ب6 ولا بيتملي ب3؟ أكيد طبعا اللي بيتملي ب6 أكبر من اللي بيتملي ب3، يبقى ساعة الإناء الأول أكبر من ساعة الإناء الثاني. ساعة الإناء ده هتبقى أكبر من ساعة الإناء الثاني عشان ده بيتملي ب6 كوبايات وده بيتملي ب3 كوبايات بس. يبقى برضه نقدر نقولها بطريقة تانية، ساعة الإناء الثاني أصغر من ساعة الإناء الأول. خدوا بالكم، افتكروا إن دي علامة أكبر ودي علامة أصغر. يبقى اللي بيتملي بعدد كوبايات أكبر هو ده اللي ساعته أكبر، واللي بيتملي بعدد كوبايات أقل هو ده اللي ساعته أقل. طيب أصحابي، تعالوا نشوف مع بعض السؤال ده ليكو. عندنا 4 وعاءات، 4 أوعية. الوعاء الأول ده بيتملي ب6 كوبايات، وده بيتملي ب10 كوبايات، والكاس ده بيتملي ب2 كوبايتين، والطبق ده بيتملي ب3 كوبايات. عايزين نرتبهم تصاعديا من الصغير للكبير، من أصغر رقم لأكبر رقم. أو أكيد طبعا أصغر رقم يا أصحابي اللي هو الاتنين، يعني الكاس اللي بيتملي ب2، فده اللي ساعته أقل حاجة فنحط عليه رقم 1. أما بقى بعد كده انتوا اللي هتحلوا وتقولوا الإجابة المرة الجاية، ومع نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.